يواصل وليد الركراكي المدير الفني للمنتخب المغربي حصد غنائم الإنجاز التاريخي الذي حققه أسود الأطلس خلال النسخة الأخيرة من بطولة كأس العالم، ويسعى الركراكي لضم عدد كبير من النجوم الشباب مزدوج الجنسية وإقناعهم بالانضمام إلى صفوف المنتخب المغربي، ومن بينهم إسباني قرر الانضمام لأسود الأطلس. حقق المنتخب المغربي إنجازاً تاريخياً خلال الفترة الأخيرة، وخصوصاً ما نجح أسود الأطلس في الوصول إليه خلال النسخة الأخيرة في بطولة كأس العالم، ووصل المنتخب المغربي إلى احتلال المركز الرابع في النسخة الأخيرة من بطولة كأس العالم لعام 2022 والتي أقيمت في قطر مع أداء رائع نال إشادة الجميع. وليد الركراكي المدير الفني للمنتخب المغربي أكد رغبته في مواصلة تحقيق الإنجازات والعمل على تطوير أسود الأطلس للوصول إلى مستويات عالمية، وبدأ الركراكي مرحلة جديدة من مراحل السعي لتطوير المنتخب المغربي، إذ بدأ البحث عن عناصر شابة تقدم الإضافة للفريق، خصوصاً مع تقدم عدد من العناصر الأساسية في العمر. وبدأ الركراكي محاولات لإقناع إبراهيم دياز نجم نادي ميلان الإيطالي ومنتخب إسبانيا بالانضمام للمغرب خلال الفترة المقبلة، خصوصاً وأنه لم يشارك في أي مباراة رسمية مع الفريق الأول للماتادور. ويضع مدرب المنتخب المغربي عينه على عدد من النجوم الشباب المتواجدين في صفوف عدة أندية أوروبية كبرى، بينما يعتبر نادي أتلتيكو مدريد أكثر الأندية التي تضم لاعبين مغاربة. وقرر مؤخرا سامي تلمساني حارس مرمى نادي تشيلسي تحت 21 عاما تغيير جنسيته الكروية من المغربية إلى الجزائرية في موقف غريب ومفاجئ. وعلى الجانب الآخر أعلن لاعب إسباني جديد تفضيله تمثيل المنتخب المغربي بدلاً من الانضمام إلى الماتادور خلال سنوات مقبلة. سليم الجباري لاعب نادي أتلتيكو مدريد تحت 20 عاماً والبالغ من العمر 19 عاماً فضل تمثيل المنتخب المغربي على نظيره الإسباني خلال الفترة المقبلة، وتحدث جباري عن قراره تمثيل منتخب المغرب والتخلي عن القميص الإسباني، مؤكداً أنه شعر بالميل نحو منتخب أسود الأطلس. وأضاف نجم أتلتيكو مدريد الشاب أن تمثيله لمنتخب المغرب هو حلم من أحلام والده صاحب الأصول المغربية، ما جعله يدعم قراره ويساعده على حسم موقفه. ويلعب الجباري في الوقت الحالي تحت قيادة الأسطورة الإسباني فرناندو توريس، والذي يقود فريق الشباب في نادي أتلتيكو مدريد بعد اعتزاله كرة القدم. وفرض الجباري نفسه على فريق الشباب في أتلتيكو مدريد بعدما صعد لفريق أقل من 20 عاماً خلال الصيف الماضي بعد تألقه بشكل كبير. ويلعب سليم الجباري في مركز المهاجم أو الجناح الأيسر، فيما بدأ مسيرته في صفوف رايو فايكانو وخاض تجربتين مع المنتخب المغربي تحت 17 عاماً والإسباني تحت 18 عاماً قبل أن يحسم قراره بالانتماء لأسود الأطلس.